الموسم بتاعنا بيبتدي من شهر شعبان ورمضان لحد العيد الكبير، لأن بيبقى في سحب عليه مفارش إرسام بينجدوا، بيدخلوا الشغل بتاعنا في سجادة صلاة في النسيج، فالكلام ده كله في موسم عمرة وموسم حج، فإحنا شغالين. بس هما الشهرين دول اللي إحنا بنشتغلهم جنب الناس اللي سابقة، الشهرين حتى اللي إحنا شغالينهم مش عارفين نشتغلهم صح، قرارات بتقطع صحيح. أنا عندي هنا منطقة صناعية وناس شغالة وناس بتاكل عيش، ولما أعداد كبيرة جدا حرام حرام إن الكهرباء تقطع ساعتين، فإحنا بنناشد أي جهة مسؤولة نشوف لنا مشاكلنا وتحلها. بعد النسيج احنا بنطلع من اول الخيط لحد ما يبقى مفرشات، مفروشات كلها، انترهات، دكن، مفروشات للصناعه. ثاني حاجه ان احنا حالتنا واقفه خالص بالنسبه للصناعه، الغزل غلي والدنيا غليت ومش عارفين نشتغل، يعني معظم المكن واقف، تيجي المصنع اللي كان في مكان واحده شغاله واحده، بنودي القاهره، بنودي المحل، بنودي كل حته في البلد، كل حته في الجمهوريه بنودي لها مش مكان معين. قريه صناعيه بقى لها 30 سنه ولا اكثر، وعنا لقينا ابهاتنا وجدادنا شغالين فيها.